السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، متابعي صفحة أثاث مستقبل العلمة. كما راكم تشوفوا اليوم عندنا طلبية تخونا من ولاية عنبة، عنده زوج موديلات. هذه طلبية تخونا وشنو هو مغترب في فرنسا، ولكن الطلبية تروح لمدينة عنبة. كما راكم تشوفوا الثقة والأمانة ومصداقية العلم راهي فايتة الحدود الجزائرية. كما راكم تشوفوا من خارج الوطن يديروا فينا الثقة ويخليونا الأمانة كامل عندنا، وحنا نتهلاو ثاني بالسيف علينا. لا اول مره تشوفونا نخدموا موديل لوزا في الال، اول مره نعرض عليكم ونخدم لكم موديل لوزا في الال. هذه الطلبيه تاع الزبون تاعنا كما راكم تشوفوا، بصح خرجنا له تحفه، خرجنا له قمه، زاد البلوروا هذا زاد خرج عليه ما شاء الله، خرج اناقه تاع الصح كما راكم تشوفوا. الكاركاس بواروج بورجي 30 سبته هو الروسور، وشنو هذا تاعو سير ميزير، هذا خدمنا له سير كوموند سير ميزير. المهم تاعنا حنا اللي باغي منه هكذا يخدم اللوزه، راهو السومه تاعو نقول لكم السومه تاعو راهي الارض، السومه راهي جد معقوله. السعر تاعو 7 ملايين و800، لا 8 ملايين و200 لا والو، كون عندو 8 ملايين و200 نقلبو لكم 7 ملايين و800 في مترتين و80 على مترتين و80. الكاركاس بواروج بونجي 30 السبته هو الروسور ورجل اتر كيما راكم تشوفوا فيه. ثاني ما شاء الله الموديل هذا خدمناه خرج ما شاء الله، واش عندي لكم هاك تشوفوا، ما نقدرش نقول، قلت دوك شوف بعينيكم ولا اروع ولا انظف ولا اروع. روحوا لكم الطلبيه رقم 2 تاعو، هذه الطلبيه تاعو ثاني في الموديل شيستر في ليزامبلاس جالوزي كيما راكم تشوفوا. الشيستر معروف، السعر تاعو 12 مليون و700 في السيت بلاس. الكاركاس بواروج بونج دي 30 سبته والروسور والتيسي اونتي تاش بريمير شوا. الخدمه بلياج كابيتوناج اما خدمه نظيفه نقيه متحفه مجموله. هذه الطلبيه تاع اليوم. شوفوا خاوتي بعد الفيديو هذا اليوم الله غالب غلبنا، بصح غدوه ان شاء الله راح ندير لكم واحد الفيديو على واحد القصه صرات المراه هكذا، غدوه ندير لكم فيديو عليه ديروا حسابكم ما يصيركمش كيفها. غدوه بربي ان شاء الله نفضح واحد العباد هكذا اللي راهم يخدعوا في الناس، واللي راهم يبكيو في الناس، واللي راهم يخدعوا في الناس ويسرقوا في الناس. هذو غدوه ان شاء الله نديروا فيديو خاص بهم، غدوه بربي ان شاء الله ما زيد يتخدع حتى واحد. عيطت لي واحد المراه اليوم تبكي بالدم، تبكي والله غير تبكي بالدم. غدوه ان شاء الله، اليوم ما كفاناش الوقت الله غالب، راه علينا الحال. هذا هو نكملنا بين عرضو ثاني طلبيه تاع الناس. غدوه ان شاء الله ندير لكم فيديو، وبربي ان شاء الله ما زيد كل حتى واحد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.